سائل يقول: ما حكم التعامل مع مؤسسات التمويل الإسلامي في أمريكا مثل جايدنس ويو أي إف ودفون بنك لغرض التجارة والاستثمار وليس لغرض السكن؟ هل هذا يجوز أم لا؟ الجواب يا رعاك الله أن وفقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أنه لا يجوز التعامل مع هذه المؤسسات إلا للحاجة، وفسرت الحاجة بالحاجة إلى السكن، فعلى مذهب المجمع يجوز التعامل معها للسكن وليس للاستثمار، لكن على مذهب الهيئات الرقابية الشرعية لهذه المؤسسات أنه يجوز التعامل معها لكلا الأمرين وكلا الجانبين، السكن والاستثمار. لكن لما لا يقال إن الحاجة إلى استثمار المال في مثل هذا البلد حاجة، وإن تيسير الأمر أمام المستثمرين لشراء بيت من هذه الشركات بغرض استثمار أموالهم أرجى للخير وأقرب إلى المشروعية من أن يتركهم يتعاملون مع الإيداعات الربوية في البنوك أو مع التعامل في بورصة الأسواق المالية على ما يختلطها من محرمات لا تخفى، ولا يوجد استثمار في البورصة أو في الأسهم، في أسهم نقية 100%، بل الشوب والخلط لا يزال قائما. فربما يقال: مع ندرة بدائل الاستثمار في هذا البلد ومع الحاجة إلى استثمار فوائض الأموال في بلد الأصل أن الناس فيه لديهم فوائض وأن لديهم الحاجة إلى استثمارها، فإذا كان ذلك كذلك فربما يتسع القول لجواز التعامل مع هذه الشركات للاستثمار كما يجوز التعامل معهم للسكن، فإن في كلا الأمرين حاجة. إن قرار المجمع ربط الأمر بالحاجة، والتفسيرات الخارجية وربما الداخلية أيضا أنها للسكن، لكن لما لا يتسع القول ويتسع النظر بأن المقصود بالحاجة الحاجة بصفة عامة سواء كانت للسكن أم كانت للسكن؟ هذا مجرد اجتهاد مني، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني أو من الشيطان، وأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.